like annual meeting. We do it with our major partner in Egypt, ARC. And this meeting, we tell what happened during the last year, and also we plan for the next year. The partnership between Egypt and ICARDA goes back many years ago, and the collaboration have been focused largely on some of the key strategic crops for Egypt, for which ICARDA has a global mandate. الأهم من التعاون اللي تم ما هو آتي: ظل التحديات الموجودة على الساحة الدولية من أزمات سواء كان تغير مناخي أو أزمات من الدول زي روسيا وأوكرانيا، فده بدينا إشارة إن احنا نفعل ونرفع من كفاءة تعاوننا الـ ARC مع الإيكاردا، وإن يكون الفكر جديد بقى، نشتغل على التحديات، نشتغل بأفكار جديدة، نشتغل في قفزات عشان خاطر نحقق نسبة من الاكتفاء الذاتي للشعوب. فالأمل هيبقى فين؟ في برنامج إيكاردا مصر الموجود حالياً.